حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية مع وكالة رويترز، حيث كتبت على موقعها كيري: أمريكا وروسيا ستحثان الأمم المتحدة على تحديد نوفمبر موعدا لمحادثات السلام السورية. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الاثنين بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي ليفاروف بأن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على حث الأمم المتحدة على تحديد موعد لمؤتمر السلام بسوريا إلى حد ما في الأسبوع الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. وقال كيري للصحفيين في مؤتمر صحفي مع ليفاروف: سنحث على تحديد موعد بأسرع ما يمكن. وقال كيري أيضا بأن بداية تدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا بداية طيبة. وفي إشارة غير معتادة بدمشق، قال إنه يجب الإشادة بالحكومة السورية لامتثالها بقرار أصدرته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة لتدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية. وأضاف: لن أجزم اليوم بما سيحدث خلال الأشهر المقبلة، ولكنها بداية طيبة ويجب أن نرحب ببداية طيبة. بالانتقال إلى صحيفة القدس العربي، والتي نشرت مقالا تحت عنوان: ما سر التصعيد الإعلامي للأسد؟ قالت فيه: بعد تهديده تركيا بدفع ثمن غال لدعمها المعارضة السورية، يأتي لقاء الرئيس السوري بشار الأسد المنشور بصحيفة دير شبيغل الألمانية لينفي إمكان الوصول لحل للصراع الجاري في سوريا عبر المفاوضات، وذلك لأن المعارضة السورية حسب تعريفه ليست معارضة لأن لديها أسلحة. هجمة التصعيد السياسي التي يقوم بها الرئيس السوري مدروسة جيدا، فقد انطلقت بداية من تركيا، البلد الذي كان أول من فتح أبوابه أمام المعارضة السورية، لاعبا على أوتار الخلافات السياسية في تركيا ومزودا الأعداء السياسيين لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان بورقة جديدة للتحريض ضدهما. ثم اتجه الأسد بعدها إلى ألمانيا الخاصرة الطرية في الموقف الأوروبي تجاه نظامه، والتي لعبت منذ انطلاق الثورة السورية دورا غير مباشر لإعاقة التحركات البريطانية والفرنسية الأكثر حزما وشدة في التعامل مع النظام. وتضيف الصحيفة: السر وراء هذه الهجمة الدبلوماسية والإعلامية هو أولا انحسار الضربة الأمريكية ضد الآلة العسكرية للنظام بعد المناورة الدبلوماسية الأمريكية الروسية. ثانيا تحول النظام السوري من مجرم حرب مهدد بالعقاب إلى شريك للمجتمع الدولي بصفقة تسليم الكيماوي السوري بالتقسيط المريح، بحيث تحول أسبوع كيري لتسليم الأسلحة الكيميائية إلى 10 أشهر طويلة. ثالثا الأجواء التي أشاعها غزل الرئيسين الأمريكي والإيراني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالتوجه نحو صفقة تضمن لإيران دورها الإقليمي في المنطقة مقابل منع تصنيعها قنبلة نووية. وقالت الصحيفة: يشبه ما قام به الأسد عمل كيميائيي القرون الوسطى الذين اجتهدوا لتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب، فالرئيس السوري أنجز المعادلة الكيميائية المستحيلة: قم بإبادة شعبك بالسلاح الكيماوي فتتحول فجأة إلى شريك دولي وبطل إعلامي. وختمت الصحيفة بالقول: في عالم تتحول فيه الإبادة الجماعية للبشر إلى بطولة، ويتحول وارث للسلطة بقوة المخابرات فيلسوفا سياسيا جديدا يتلاعب بالمعاني الإنسانية والسياسية والأخلاقية التي كد مئات الملايين من البشر ليؤسسوها، يحق لبشار أن يفعل ويقول ما يشاء. تقول الصحيفة:
أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى صحيفة دير شبيغل الألمانية والتي عنونت الأسد، الغرب يثق بالقاعدة أكثر مني، جاء كلام الأسد خلال مقابلته التي أجراها مع المجلة والتي ستنشر اليوم، وأضاف بأن بلاده لم تستعمل السلاح الكيميائي في بلاده، متسائلا هل الصورة التي ترسموها عني أني رئيس يقتل شعبه؟ كما أنه شكك في تقرير الأمم المتحدة عن الهجوم الكيميائي الذي حصل في 21 آب الماضي قائلا بأنه لا يمكن لأحد أن يؤكد استعمال الصواريخ خلال هذه الهجمات، مؤكدا أن المعارضة هي التي استعملت السلاح الكيميائي. وقال الأسد: يبدو أن المجتمع الدولي أكثر ثقة بالقاعدة مني، مضيفا بأن كل ما يقوله الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو مجرد كذب، بينما وصف روسيا بالأصدقاء الحقيقيين مؤكدا على أنهم يفهمون الحقيقة بشكل أفضل. وقال الأسد بأنه يتمنى رؤية الألمان يقومون بدور الوسيط داعيا إياهم ليأتوا ويروا الحقيقة. وردا على سؤال حول ما إذا كان الحل للأزمة السورية قابلا للتفاوض، أجاب الأسد: مع الإرهابيين لا، لأن الجميع يعلم بأن تعريف المعارضات السياسية هي التي لا يكون لديها جيش. وقال الأسد بأنه لا يعلم فيما إذا كان سيرشح نفسه لانتخابات 2014 أم لا، وقال إنه إذا لم يدعمه الشعب فإنه لن يرشح نفسه. أعزائي المشاهدين، ذكرت مجلة دير شبيغل أيضا الألمانية أن إيران تسمح للسلاح الجوي السوري بالتحليق في مجالها الجوي والهبوط على أراضيها. وذكرت المجلة أيضا بأن هناك اتفاقية عسكرية تسمح للنظام السوري منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي بنشر جزء كبير من سلاحه الجوي في أراضي إيرانية مؤمنة والاستعانة بها عند الحاجة. يذكر أنه يتواجد خبراء دوليون حاليا في دمشق للإعداد لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا بحلول منتصف 2014. وكتبت دير شبيغل أن الحكومة السورية تتحدث في بيان لها عن مئات الأطنان من غاز السارين وغاز الخردل وغاز الأعصاب في إكس. وأضافت المجلة بأن كميات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الحكومة السورية صحيحة إلى حد كبير وفقا لتقديرات مخابرات غربية. وفي المقابل ذكرت المجلة أنه لم يكن في البيان أي إشارة إلى مادة السيرين التي تندرج تحت الأسلحة الكيميائية المحظورة. ويرجح الخبراء بحسب تقرير المجلة امتلاك دمشق مخزون من مادة السيرين في حالة قابلة للاستخدام كأسلحة، مشيرين في المقابل إلى أن دمشق يمكنها الإفصاح عن هذا المخزون لاحقا. صحيفة الأهرام العربي عنونت: نتنياهو يؤكد بأن العقوبات على إيران على وشك أن تحقق أهدافها، حيث قالت الصحيفة: دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم تخفيف العقوبات على إيران، مشيرا إلى أنها على وشك تحقيق هدفها والمتمثل بحرمان إيران من قدراتها على التخصيب. وقال نتنياهو الأحد في الاجتماع الأسبوعي للحكومة: العقوبات على إيران فعالة، إنها صارمة وعلى وشك تحقيق أهدافها. وبحسب نتنياهو فإنه يجب عدم تخفيفها قبل تحقيق هدف حرمان إيران من قدرتها على التخصيب وقدرتها على تصنيع السلاح النووي. والتقى نتنياهو الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض وأجريا محادثات تركزت حول البرنامج النووي الإيراني. وألقى نتنياهو خطابا حول الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال نتنياهو: لا نعارض إجراء مفاوضات دبلوماسية مع إيران،
نصر على أن هذه المفاوضات يجب أن تؤدي إلى إزالة القدرة الإيرانية على التخصيب، في إشارة إلى الجهود الأمريكية مؤخراً لإعطاء فرصة أمام الدبلوماسية في سياق التقارب بين واشنطن وطهران. وتابع نتنياهو قائلاً: إيران تدعي أنها معنية بهذه القدرة من أجل احتياجات برنامجها النووي المدني. هنالك 17 دولة في العالم تنتج الطاقة النووية لأغراض مدنية من دون جهاز طرد مركزي واحد وبدون تخصيب، لأن التخصيب يعد المركب الأساسي في إنتاج المواد الإنشطارية من أجل تصنيع القنبلة النووية. ومن المقرر استئناف المحادثات بين إيران ودول مجموعة 5+1 يومي 15 و16 تشرين الأول أكتوبر في جنيف. ونبقى في الشأن الإيراني أيها الإخوة، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط مقالا تحت عنوان: تحول إيران إلى دولة فاشلة. قالت فيه: يقول الرئيس الأمريكي أن أمام إيران عاما أو أكثر على اكتساب القدرة على تصنيع سلاح نووي، واصفا هذه التقديرات بأنها متحفظة مقارنة بتقديرات المخابرات الإسرائيلية. وأضاف أوباما أنه يريد اختبار ما إذا كان روحاني سينفذ ما وعد به، مع إقراره بأن روحاني ليس صانع القرار الوحيد، إنه حتى ليس صانع القرار النهائي. تصريحات أوباما هذه جاءت في الوقت الذي أبدى فيه المرشد الأعلى الإيراني تحفظاً على بعض ما حدث في نيويورك، قاصداً المحادثة الهاتفية بين أوباما وروحاني، حيث اعتبر المرشد أنه تصرف لم يكن ملائماً، لأن الحكومة الأمريكية ليست جديرة بالثقة ومتغطرسة ولا تفي بوعودها. ومع ذلك عبر خامنئي عن دعمه الجهود الدبلوماسية، فيما يبدو أنها محاولة للمحافظة على التوازنات الداخلية الإيرانية. وعليه فإلى أي اتجاه سيسير الملف النووي الإيراني؟ هل ينتهي بانتصار إيران؟ أم دبلوماسية أوباما؟ أم إلى الحرب؟ أفضل تعليق في هذا الشأن هو ما كتبه الصحفي الأمريكي توماس فريدمان، حيث يقول: إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تنطوي على مخاطر كبيرة حال فشلها، مضيفا: إنه في حال فشل المحادثات سيكون لدى الرئيس أوباما خياران حقيقيان، إما اللجوء للعمل العسكري وإما العقوبات الدائمة التي يمكن أن تساعد في تحويل إيران إلى دولة فاشلة بشكل ضخم. أرجو أن ينجح الخيار الثاني، يقول فريدمان. فهل يلجأ أوباما للخيار العسكري؟ خصوصا أنه يقر بأن أمام إيران عاما أو أكثر لاكتساب القدرة على تصنيع سلاح نووي، مما يعني أن استحقاقات هذا الملف ستكون في فترته هو للرئيس المقبل. ومن ناحية أخرى، هل يعتبر تحول إيران إلى دولة فاشلة أمرا سيئا؟ يضيف فريدمان: بالنسبة للخيار العسكري فمن الصعب توقع ذلك مع الرئيس أوباما، خصوصا بعد مواقفه من سوريا، وهذا ما يعيه الإيرانيون جيدا، إلا في حال قامت إسرائيل بجر أمريكا لهذه الحرب. وعليه فإن فشل إيران أفضل كثيرا من الحرب، وأفضل من أن تصبح إيران شرطي المنطقة، كما أن فشل إيران قد يدفع لإفاقة صوت العقل فيها داخليا بدلا من النزعة القومية أو البعد الطائفي الذي تأذت منه المنطقة ككل. أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى الصحف التركية، نقرأ في موقع هابرلر في مقال لها اليوم: النهضة الاقتصادية تغني الشعب التركي عن الانضمام للاتحاد الأوروبي. أظهرت دراسة حديثة حول نظرة الشعب التركي إلى انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي أن تطلعات الأتراك في هذا الصدد تفتر عاما بعد عام، لسيما في ظل النهضة الاقتصادية
التي حققها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة قبل 11 عاما. جاء ذلك في النتائج التي أعلنها وقف الأبحاث العلمية والتعليمية الأوروبية التركي بعد دراسة مستفيضة استغرقت 3 سنوات، حملت عنوان نظرة الشعب التركي للاتحاد الأوروبي، إذ لفت رئيس الوقف البروفيسور فاروق شين إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها تركيا على مدار العقد المنصرم لعبت دورا حاسما في إعراض أغلبية الشعب التركي عن فكرة انضمام بلدهم للاتحاد الأوروبي. وألمح شين إلى أن المعارضة الشديدة لبعض القادة الأوروبيين كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحصول تركيا على العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي أثرت بالسلب على رغبة الأتراك في الانضمام للاتحاد، مضيفا أن قضايا الإسلام فوبيا والعنصرية وكراهية الأتراك المنتشرة في شتى بقاع القارة العجوز أسهمت هي الأخرى في برودة مشاعر الشعب التركي تجاه هذه الوتيرة. وأردف شين قائلا: لم يعد الاتحاد الأوروبي هو الخيار الوحيد أمام الشعب التركي، فقد أضحوا ينظرون بإيجابية أكثر تجاه التحالفات الأخرى مثل بريكس وخماسي شنغهاي، وسنرى ما سيسفر عنه التقرير الذي سيعلن عنه الاتحاد الأوروبي حول عملية مفاوضات ضم تركيا بعد 10 أيام، ولو أننا لا ننتظر نتيجة إيجابية يأتي بها هذا التقرير. صحيفة يني شفق نقلا عن رئيس وزراء تركيا عنونت: أردوغان يجب أن تحظى المحجبات بحقوق مساوية مع غير المحجبات. أشار أردوغان إلى أن حزمة الإصلاحات الديمقراطية تخاطب 76 مليون مواطن تركي وفيها ما يطمئن كل فرد. شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على أهمية حصول المحجبات في تركيا على حقوق متساوية مع غير المحجبات بعد إعلان حزمة الإصلاحات الديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة تخلص تركيا من الأغلال التي كانت تقيدها بعد رفع كل المعيقات. جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المنشآت بولاية أضنة جنوب تركيا. وبين أردوغان أن أبواب الجامعات باتت مفتوحة أمام المحجبات في تركيا، وذلك بعد أن حرمنا من هذا الحق لسنوات، مشيرا إلى أنهن كن يضطرن للدراسة خارج تركيا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ارتدائهن الحجاب، في حين أنهن في بلد 99% من سكانه مسلمون، آملا أن تتمكن المحجبات من العمل في المؤسسات العامة في القريب العاجل. وأكد أردوغان أنه يسعى جاهدا لتوفير الخدمات بشكل متساو ل 76 مليون مواطن تركي، مشيرا إلى أن الدخل القومي ارتفع من 230 مليار دولار إلى 800 مليار دولار منذ تولي حزب العدالة والتنمية إدارة البلاد. وأشار أردوغان أيضا إلى الدعم الشعبي الذي حظيت به حزمة الإصلاحات الديمقراطية بموادها 28، والتي نالت استحسان 60-70% من الشعب التركي. وذكر أردوغان أيضا بأن ديون تركيا لصندوق النقد الدولي كانت 23.5 مليار دولار لدى تولي حزبه الحكم، وقد تم سدادها بتاريخ 14 أيار مايو الماضي. نختم جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم بالحديث عن الأزمة السورية، وذلك في موقع الجزيرة حيث كتب عمر كوكش مقالا تحت عنوان: الأزمة السورية ليست أزمة سلاح كيماوي. قال فيه: يبدو أن الاتفاق الروسي الأمريكي القاضي بالتخلص من الترسانة الكيميائية للنظام الأسدي كان مطلوبا أمريكيا بوصفه مخرجا من الحرج الذي سيلحق بالرئيس الأمريكي باراك أوباما نظرا لعجزه عن تنفيذ القرار الذي اتخذه بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. لكن القضية
تظهر أخطر من ذلك، يقول الكاتب: إذ تشي بأن الاتفاق يدشن سياسة إفلات النظام السوري من العقاب الذي يستحقه على جريمته البشعة، وأن الساسة الأمريكيين والروس يحاولون اختصار الأزمة السورية إلى أزمة سلاح كيميائي. وكان لسان حال أهل النظام السوري يعتبر أن سوريا تمتلك هذا السلاح لردع إسرائيل عن التفكير باستخدام السلاح النووي ضدها، لكن في حقيقة الأمر أن التوازن الوحيد الذي سعى النظام الأسدي بنسختيه الأب والابن إلى تحقيقه كان موجها ضد غالبية السوريين، والردع الوحيد الذي كان يسعى إلى تحقيقه هو ردعهم عن التحرك أو مجرد التفكير بتغيير النظام. وبالفعل يضيف الكاتب: لم يستخدم النظام الأسدي هذا السلاح ولا غيره ضد إسرائيل مطلقا، بالرغم من هجمات إسرائيل المتكررة على سوريا، في حين أنه لم يتوانى عن استخدامه ضد المناطق السورية الثائرة. ومع ذلك تريد الإدارة الأمريكية التخلص من هذا السلاح خوفا من أن يقع هذا السلاح بين أيدي جماعات متشددة، ونفيا لأي إمكانية لاستخدامه ضد حليفتها. لذلك كان أوباما يحاول تسويق مقولة أن الضرب المحدود والضيق ضد النظام السوري تدخل تحت مسمى الأمن القومي الأمريكي الذي يشكل الأمن الإسرائيلي جزءا هاما منه. وأضاف الكاتب: والملاحظ أن بنود اتفاق الروسي الأمريكي تركز فقط على السلاح الكيميائي، بل وتحاول اختزال ما يجري في سوريا مجرد أزمة سلاح كيميائي، فضلا عن أن الاتفاق يضع عقبات كثيرة أمام صدقية الولايات المتحدة في استخدام القوة، بل ويعيق أي عمل عسكري أحادي في حال عدم التزام النظام الأسدي ببنود الاتفاق، وحتى في حال استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى. وختم الكاتب بالقول: وبصرف النظر عن الاتفاق الروسي الأمريكي حول تجريد النظام من السلاح الكيميائي، فإن العامل الحاسم والمحدد لاتجاهات حل الأزمة السورية هو الثورة الشعبية السورية التي باتت تتحكم قواه الفاعلة في تطور الأحداث بشكل كبير، وأضحت سرعة الخلاص من نير الاستبداد والقمع مرهونة بتلاحم وتكاتف جهود مختلف قواه الفاعلة على الأرض. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى نهاية جولتنا اليوم في حديث الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.